لا شت مرحبا بكم مشاهدينا. احنا اليوم عند اشهر بائع لحوم مدينة الدار البيضاء اللي كور راسه من الزيرو. احسن واحد كيعطي اي حاجة اي حاجة كلها كفاءة واتسيئة تبارك الله تبارك الله. شفنا تقريبا الناس بزاف كيجيو احسن واحد كيعطي الكفاءة واتسيئة كفاءة ديال شي حاجة اللي تطور. خويا سيد مرحبا اكس خلينا راسك. السلام عليكم. اول حاجه شكرا لكم. اول حاجه كنرحبوا بالتليفون شوف سيدي اصبحت رائده في الشاشه المغربيه سواء القنوات الالكترونيه او القنوات الرسميه. وانا جد سعيد باللقاء ديالكم والحمد لله كما ترون جيتو على فرشه لقيتو جيتو على فرشه لقيتو بني الامور بخير ونشوف الزبناء الحمد لله. تبارك الله اخي ياسين بعد من الدخل ديالي تبارك الله يعني بزاف الناس كيجيو عندك نتايا يعني كتلقاهم من الاول كتلقاهم كيقولوا غيمشيو عند ياسين. يعني شنو خلى الناس انهم انك تدخل لهم القلوب ديالهم ويحبوا هاد الماكله اللي كدير نتايا؟ شوف داكشي ما كيتش الحمد لله هاد السنوات واخا خويا ياسين تقدر تحكي لنا كيفاش جاتك الفكره انك دير بائع اللحوم؟ انه جا تاجر بها فقط وان فيها يعني الربح. لا حنا كنتاجروا بها لان هادشي ولد من فم محمد. هذا هو ما في الامر. خويا ياسين ملي كنت كنتحدث انا وياك قلت لي باش نجبد لك الاخ ديالك تقدر تحكي لينا عن هذه الحاجه؟ بطبيعه الحال كاين انا الاخ ديالي عبد الطيف اللي هو اللي كيدير واحد المجهود كبير انه كيقوم يعني باعداد هالطعام. لان في المساله ديال شغل البعوث ديال الماكله يعني كاين فريق كبير كاين ناس يقدموا منهم الاخ عبد الطيب والاخ عزيز اللي كيقوموا بسميتو باعداد الطعام. فانا الدور ديالي انا نقدم للناس بحكم الحمد لله عطانا الله عز وجل واحد المضاعف في التجاره واحد حسن الحفاوه كذا. هذا هو السبب يعني كاين الاخ عبد الطيب معايا هو اللي كيعد الطعام سواء عبد الطيب ولا عزيز. انا فقط كنتكلم ببيع المنتوجات. اخويا ياسين شنو يعني شنو الشعور ديالك مكتوب ان الناس داخله وكيقصدوا ياسين ديري؟ شوف هادشي ما كيجيش من فراغ الحمد لله لان التجاره حرفه زوينه. احنا باش كنستقبلوا الناس ما كنتعاملوش معاهم كزبناء ما كنتعاملوا معاهم كاخوه. فانا الدور ديالي انا اي حاجه كنديها انا اللي نقدمها للزبون اللي هو الاخ ديالي. ولهذا الناس كيلقاو هذا الامر هذا دائما كيجيو مقصودين كيجيو عند الاخ ياسين مقصود الحمد لله. وحتى ان الحمد لله يعني ولو ما نكونش كاين بعض الزبناء ما نكونش يعني خصهم ضروري نكون حاضر انا رغم ان الطعام انه كيعدوه ناس اخرين ولكن انهم كيحتاجوا ان هذا السيد هو اللي يكون في هذا المحل. واخا يا خويا ياسين شنو انواع الطعام اللي كتبيع؟ شنو ديالك؟ الحمد لله الطعام عندنا متنوع. عندنا حنا ابتداء من لحم الراس ثم كنتقلوا للتقليه ثم الدراع
الطيحان الهاوي والمخ، يعني كل ما يتعلق بلحم الراس والمشقه ديالها، يعني الماكله ديال ولاد الشعب. الله يرضي عليك. واحد الثمن اللي رمزي وما جسمش ثمن مناسب جدا، حتى الناس اللي كيتفاجئوا خصوصا في الزياده اللي كنعرفوا احنا في المحروقات والزياده في الصناع، ما كيجيو كيتفاجئوا كيلقاو الثمن هو الثمن، يعني اللي عنده ياكل اللي ما عندوش ياكل. حنا هذا حنا معروفين معروفين به ان الناس يعني سواء اللي عنده ما عندوش كنتعاملوا هذه معروفه بهذا الطبيعي. وخويا ياسين، يعني بغينا نعرفوا يعني ياسين كيفاش تجاو دار بلاصتو؟ شوف كما قلت لك انفا شي ما كيجيش من فراغ، يجي من 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 حسن استقبال، من حفاوه، من نظافه الهندال، من معامله الناس، واكبر من هادشي كامل هو صفاء النيه. هذا هو اهم شيء من هادشي كامل، لان باش كتكون نيتك صافيه الله ييسر لي هذا يقينك. حنا كنديروا الاسباب مع اتخاذ الامور، النتيجه راه ماشي سهله، لان هادشي ديال الماكله امانه، انت خصك تكون عندك حسن ظن الناس، الناس باش كتجي عندك ولو كتحسن فيك الظن. فلهذا الانسان فاش كيلقى الماكله زوينه راه كيبقى دائما يجي، والحمد لله كيجيو عندنا عائلات، كيجيو عندنا شخصيات معروفين، شخصيات يعني ناس عندهم وزن في هذا البلاد، والحمد لله فضل الله عز وجل. انا خويا سيدي دابا كما كتعرف على الابواب ديال العيد ان شاء الله، وقتاش كيفاش تدوزوا هاد الاسبوع لا كنتمنى انك تعيد السؤال واحد اذا ما يعني كما كتعرف حنا على ابواب العيد ان شاء الله. نعم يعني كيفاش كديروا هنايا واش واش كتبيعوا ويش هادشي هذا ولا لا؟ هو عندي ابواب العيد والحمد لله حنا جميع التجار ديال الماكله انهم كيبارحوا لها في الايام، الايام كتكون فيها الماكله كثيره وكيكون واحد الخوف وواحد الايام الماكله اكثر من الايام العاديه. والناس يقولوا انهم يعني بالهم مع رقيب الله، فما يجيوش يعني اعداد المأكولات يعني في الجيش، فكيضطروا انهم يشوفوا المأكولات السريعه، باقي يلتحقوا بنا حنا فالحمد لله كيكون عندنا واحد الرواج ولله الحمد في هذه الاونه الاخيره. بارك الله ياسين، كيعيشنا الاجواء العيد قبل من العيد. شوفوا عنده التقليد، شوفوا عنده الطيحان، شوفوا عنده لحم الراس، يعني كما كنقولوا اللي ما عندوش راه ياكل، اللي عنده راه ياكل. مشاهدينا احنا اليوم كنا عند خويا ياسين، تقدر تقول لهم يعني البلاصه ديالك بالنسبه للناس اللي ما عارفينش؟ كما هو معروف احنا كنتواجدوا في البرنوصه بطبيعه الحال، في المكان هو معروف مسجد فردوس قيصريه سميتها فردوس، كاين اقامه فردوس، كاين كيوسكات الفردوس معروف، يعني اي واحد تسولو الاخ ياسين والاخ عطيف راه يوجهوك مباشره، راه يوجهوك سواء حارس السيارات او سواء حتى الجيران اللي كيدوروا بينا هنا كلهم انهم عارفين الاخ ياسين. واش بغيت تقول للمتابعين اللي شاهدوا دابا خويا ياسين؟ وانا كنشكر كل المشاهدين ونشكرهم وكنقول لهم مرحبا بكم يعني في هذا المحل ديالنا المتواضع، والحمد لله كنحرصوا على 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 النظافه ديال المأكولات ديالنا، وكنحرصوا على على اعطاء الجوده يعني بنسبه كبيره الحمد لله. بارك الله عليك خويا ياسين، ما كرهناش ان نشوفوك ان شاء الله من الكيوسك المحل الكبير، والاسم ديالك يزيد يتعرف منه القدام ان شاء الله. يعني شكراً. يعني الانسان كتشوفها من يعني من الهندام ديالو من الوجه ديالك في واحد النيه اللي كبيره. شكرا شكرا بزاف. شكرا كنشكر كل المشاهدين. شكرا اخي. يعني مشاهدينا وصلنا الى نهايه هذا البث، كنا اليوم مع خويا ياسين، نتلاقاو في بث مباشر اخر في امان الله، الى اللقاء.